اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا. لو اول مرة تشوفي القناة، انا سارة. انزلي بسرعة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس ودوسي على كلمة الكل عشان لما انزل حاجة جديدة يوصلك بيها اشعار على طول. النهاردة بقى تاني جزء بقى من سبوع لبنى. اول حاجة معايا حلة زي ما انتم شايفين، وهنزل بزيت ذرة، وضروري يكون ذرة. وبعد كده هنزل بايه؟ بفشار الذره بقى، ذره الفشار يعني. تمام، زي ما انتوا شايفين كده، ما بتحطيش كتير، بتحطي يعني حاجه يعني بالظبط، يعني ايه، بتمليها بس الحله وبتقلبيها كده، تحركيه بالشكل ده. طبعا النار بتكون عاليه في اول ما بتحطي يعني الزيت وكده، النار تكون عاليه. ولما تبدأ بقى تسخن، هتبدأي ان انتي تغطيها بالشكل ده وتقلبي فيها. هتمسكي الحلة كده وتقلبي فيها عشان طبعا مفيش حاجة تتحرق. اهي كده طبعا خلاص، سمعت بقى صوت الفقفقة والفقفقة كده، خلاص كده ما شاء الله. طبعا بياخد يعني من 3 ل 4 دقايق. بص ما شاء الله، اللهم بارك، لسه برضو بيكتر. طبعا الحلة كلها ما شاء الله بتتملي. هنا بقى انا بغلي لبن، هقول لكم بقى ليه. هنعمل مع بعض الرز بلبن. كل دي تجهيزات السبوع، عقبال يا رب ما ربنا يرزق كل الناس ويفرح كل الناس، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى ما شاء الله، اللهم بارك. الفشار طبعا، بصوا ما فيش ولا واحده ملسوعه، بصوا زي الفل، بصوا جميل ازاي، اللهم بارك. اهو حلو جدا جدا، من ريحته بصراحه تحفه. طبعا في الشتاء اصلا الفشار يعني بيكون حلو قوي. النهارده بقى دلوقتي بقى اللبن خلاص غلي. لكل كيلو نص كوبايه من الرز. تمام، انا هعمل بسم الله ما شاء الله 10 كيلو، فحطيت 5 كوبايات من الرز. الرز طبعا الضحى مش بغسله، بيكون نظيف جدا. بصوا دي تاني حله ما شاء الله، بصوا هوريكم حاجه، الحله مفيش ولا واحده لزقت فيها. معايا طبعا الجميلات بتوعي اسيل وساره، منورين يا حبايب ماما، ربنا يحفظكم يا رب ويرزق كل مشتاق يا رب، اللهم امين. ونبدا بقى ايه، تسمعوا بقى اللي هما بيقولوا له. يا رب يا رب يعني يتم اليوم ده على خير ويرزق كل مشتاق، اللهم امين يا رب يا رب. بصوا بقى ده الكيس، هنعبي الكيس بقى معاك. هنبدا بقى نعمل دلوقتي كده الاكياس بتاع السبوع ما شاء الله. هنحط فيها ايه؟ ايوه يا امي باين. بصوا بقى دلوقتي هنبدا بقى ايه، نعبي معاكم الاكياس بتاع السبوع. بصوا الكيس شكله كده شفاف وعليه سبونج بول. على فكره بكره اسبوع لولي، هنصوركم هي يا يا لولي. هلولي اما تكبري بقى تشوفي عمته عامله لك ايه. عمته وتيتا وبابا وجده وعاملين لك فيهم بقى يا حبيبتي يا حبيبتي. بحبها جدا والله. استني خدي انتي، استني خدي يا سوسو، انا هقول لك تحطي ايه. ماشي، اول حاجه طبعا هنحط بس يا سيله كفايه. بصوا بصوا بقى احنا ايه، هنملاه كده ونخلي مكان للحاجة. بص كده حطينا بقى الفشار، وهنحط 5 وحدات من كل حاجة. انا حطيت 5 بقى من وانا ما حطيتش. انا حطيت لسه، بصوا 5 فول سوداني. انا حطيت، اتفضلي يا سوسو. انا حطيت 5 فول سوداني، حطيت 5. 1 2 3 4 5. يلا يا سارة حطي بقى انتي بونبوني. انا حطيت بونبوني. حطوا 5. انا حطيت، عدوا 5. ماشي، 5 بس يا سوسو، اهو 5. بس يا سوسو شاطرة كده، حطيتي 5 بس كده. بس ماشي، وهنحط 5 من ايه؟ من البونبون ده اهو اللي هو الملبس. استني خدي يا سارة من ده، خدي، اتفضلي 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 اتفضلي، يلا حطي دول 5. تمام، وهنحط بس كده بقى، وهنحط 2 بونبوني. البونبوني ده حلو جدا، اسمه ملوكي لو فاكرينه. ملوكي بس كده. فين بقى بيبقى معاه كده زي
اهي الشرايط دي حلوه جدا بصراحه، بتقفل فيك خالص. انا طبعا اللي هقفل الاكياس عشان اسيب الزهره مش هيعرفوا. استني يا سوسو، استني يا سوسو، مش هنعرف كده نقدر ولا نعرف هنعمل ده ايه؟ بصوا بقى كده اهي، ده الشريط بتاعي. ده بتاعي. هنعمل كده واحده كده وبيتقفل كده بكل سهوله اهو. يلا يا سوسو هاتي عشان اقفله يا قلبي. هاتي واحدة يا سارة، هاتي واحدة من دي. شطورة، ايه ده؟ سارة دي كتير قوي. سارة عيد ميلاد مين ده ولا اسبوع مين؟ لولي. لولي ده انا من عيد ميلاد. بصوا بقى حلوة قوي بتاع سارة، جميل امراي. خلاص كده بقى قومت سارة واسيل، وهعمل بقى معاكم. بصوا فضيت الحمص عشان ما كنتش لسه فضيت. انا قلت يعملوا كده ايه 4 اكياس كده ولا حاجة عشان يفرحوا بيهم، يعني فرحة. الفرحة دي بتكون في الولاد، يعني الولاد بيفرحوا قوي 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 بالموضوع ده. اول حاجة بقى هنحط في الكيس ده، بنحط الحمص وبعدين الفشار وبعد كده الملبس وبعد كده 5 من السوداني وبعد كده اخر حاجة الملبس اللي هو ايه البونبوني، وبتقفلي الكيس. بجد بيكون حلو جدا، ما بيكونش فاضي، يعني بتبقي انتي مجمعة كذا حاجة فيه. الحمص اول حاجة، بعد كده الفشار، وبعد كده السوداني، بعد كده الحمص والملبس. حمص اللي هو الحلو، ما في حمص حادق وحمص حلو، والملبس والبونبوني. ما شاء الله حاجات يعني متنوعة، في حاجات كتير. جبت بقى الشنطة جنبي عشان مش كل شوية كده مد ايدي بعيد. طبعا اول حاجة بتعمليها بعد ما بتعملي الفشار بتملحيه على حسب بقى الكمية ما شاء الله، وطول ما انتي واقفة قدام الحاجة مش هتبوظ منك خالص خالص. في الفيديو ده احنا هنعمل الاكياس وهنعمل رز بلبن، وان شاء الله في فيديو برضو هنزله لكم تاني، الجزء التاني بقى من السبوع ان شاء الله باذن الله. هنزل لكم الفيديو التاني من السبوع، الاكل بقى والذبيحة وكده ان شاء الله باذن الله. ربنا يا رب يفرح الناس كلها، اللهم امين، ويرزق يا رب كل اللي نفسه في حاجة ربنا يديها له باذن الله، ويرزق كل مشتاق. يا رب يا رب يرزق كل مشتاق، اللهم امين، بذرية صالحة. خلاص بقى كده بتقفلي بقى الكيس. بصي بجد يعني الحاجة ما شاء الله بتبقى كتير، انت بتقولي ايه هعمل كل ده؟ لا كل حاجة بتخلص والله، ده بامر ربنا، وان انت على طول يعني على طول في الذكر في بقك وانت شغالة، تحس ان الحاجة فيها بركة والحاجة خلاص خلصت بسرعة. هنا بقى اللبن خلاص غلي، وزي بقى ما انا قلتلكم في اول الفيديو، 10 كيلو لبن بنحط عليها 5 كوبايات من الرز. الرز يكون نظيف جدا جدا ومش مغسول، اوعي تغسلي الرز ما دام نوعيه كويسه قوي، لو نوعيه وحشه هتشطفيه شطفه بسيطه وتحطيه. دلوقتي بقى انا نقلت كل اللبن في حله كبيره جدا ما شاء الله، اللهم بارك، وهقلب كده. طبعا اللبن غلي ونزلت فيه الرز وسبته طبعا ساعه كده متغطي لحد ما السكر لحد ما الرز داب خالص ونفش كده وملالي الحله. تمام، بصوا بقى ما شاء الله بيغلي وما شاء الله ولا تقيل ولا خفيف، دي اهم حاجة لما تعملي رز بلبن. وهتنزلي على طول بقى بكيسين كده كريم جونتيه. بصوا الحلة دي واخدة 5 كيلو، تمام، وما شاء الله في حلة تانية واخدة 5 كيلو، فعلى 5 كيلو بضيف كيسين من الكريم جونتيه دريم، حلوة جدا، بيديله طعم مميز قوي 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 قوي، جربوه بكريم جونتيه هيعجبكم قوي. بس كده، وتستمري بقى في التقليب على طول عشان ما يبقاش فيه اي حاجه مكلكعه فيه. بصوا ما شاء الله مفيش اي حاجه خالص، طول ما انت واقفه وايدك على طول في الحله وما تسيبيهاش وتروحي تعملي حاجه والكلام ده، الحاجه هتطلع زي الفل، ولا لبن هيفور ولا اي حاجه هتلزق ولا اي حاجه تتحرق. بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك، بجد بجد ريحته زي الفل. اللبن ده ايه؟ اللبن ده بلدي، يفضل ان هو يكون لبن بلدي بصراحه، بيكون افضل يعني، بيديله الطعم بالظبط المحلات، وطبعا بيكون بقى فيه القشطه وفيه كل حاجه، تبقى كل حاجه كده دسمه وحلوه. ومعايا بقى معلقتين بالظبط، معلقتين من النشا، تمام، وهحطها كده
لازم تتحط في ايه؟ في مصفى. بصوا انا لما بعمل في البيت ساعات بعمل بنشا وساعات لا، بس انا حبيت احط يعني معلقتين عشان يتقل بسرعه، عشان مفيش اصلا مكان للتلاجة، يعني ان انا ما شاء الله احط 100 علبة دول. هضيف بقى السكر حسب المذاق. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، تحطي السكر على حسب. انا هنا حطيت على حسب الكيلوات اللي معايا وقلبت، وهشوف بقى لو محتاجة تاني احط، بس انا لا طلع مظبوط يعني الحمد لله. بس كده طبعا طول ما انتي واقفه بقى بعد ما تحطي معلقتين النشا بتوعك لازم تقلبي باستمراريه لحد ما يتقل كده. بصي الشكل ده يبقى بقى كده، وعلى طول هتقفلي عليه النار. بصوا ما شاء الله زي الفل، ولا تقيل ولا خفيف، مظبوط. محدش يكتر الرز عشان ما يبقاش تقيل، هيبقى وحش جدا، الناس كانها هتاكل رز مش هتاكل رز بلبن. فكيلو عليه نص كوبايه، ده حلو جدا جدا، معيار حلو بصراحه، وانتوا كمان هتجربوه اكيد يعني بالكميات اللي انا قلتها دي. لو هتعملي كيلو حطي نص كوبايه بس. ويلا بقى بعد ما هدي هنعمل ايه؟ هنغرف بقى مع بعض. العلب دي بلاستيك فلازم يهدى شويه، ما يبقاش سخن جدا عشان ما يسيحش مني العلبه. ما شاء الله اللهم بارك. هعمل بقى العلب دي كلها بجد، يعني ما شاء الله. لما بيكون عندك حاجه عزومه او حفله او سبوع او فرح، الدنيا بصراحه بتبقى بصوا فوق بعضها. عادي ربنا طبعا بيقوي، وانت قدها تقفي بقى تعملي اكل فرح لوحدك، تعملي اكل اسبوع لوحدك، انت قدها وقدود. بس كده تمام. العلبه دي حلوه جدا جدا، كنا جايبين جبنه 100 وبعد كده جبنه 50 تاني، حلوة جدا، محكمة الغلق كده وجميلة. ودي اصلا بتاعت الرز بلبن، لو انتي حتى هتوزعي مثلا في مكان او كده، دي حلوة جدا جدا جدا. لو هتعملي حاجة كده كل شهر برضو لله، حلوة قوي 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 مناسبة. بصوا العلب دي احنا حطينا فيها حاجتين، حطينا فيها الرز بلبن، ولما عملنا الكبسة اللحمة والرز يعني، كنا عاملين كده خلطة سلطة زبادي والخلطة بتاعت الرز كنا حاطينها برضو، الصوص كده كنا حاطينها برضو في علب على كل ترابيزة. كنا حاطين العلب دي بصراحة يعني عشان كانت بتأكل، الحاجات دي بتأكل. انا عايزة اقول لكم يعني الحمد لله اهم حاجة الناس. في الاخر خالص بعد الحفلة خالص ما خلصت، بقول لماما ايه ده انتي مشلتيش اكل لينا؟ قالت لي لأ. فيلا بقى قدر الله ما شاء افعل، اهم حاجة الناس اللي جت. احنا في الاخر لقيت بقى ماما قالت لا قومي بقى يا ساره اعملي بقى الكبده، فبصراحه عملتها ومشيت على طول، خلاص كنت تعبانه جدا جدا جدا. بصوا بقى خلاص ما شاء الله بقفل بقى العلب، طبعا لما تهدى عشان لو قفلتيها هتعمل كده شبوره زي الميه كده، لو سبتيها تهدى ده افضل بكتير. يا رب يا رب فرح كل الناس، يعني الناس كلها لما تتمنى الخير لبعض ده بيبقى حلو جدا جدا. يا رب يفرح كل الناس ويرزق كل مشتاق ويرزق كل محتاج بحاجة، يعني كل اللي نفسه في حاجة ربنا كده يديها له بإذن الله تعالى. بصوا بقى كده خلاص ما شاء الله اللهم بارك. طبعا انا عملت اول حلة ولسه هبقى اعمل تاني حلة، قلت بس اصور معاكم العلب اللي انتوا شايفينها كده مرصوصة قدامكم دي كلها هتتعمل. بس كده زي الفل، هو انا بقفل وهحطه على صينية عشان اطلعها بره المطبخ عشان يبقى المطبخ رايق بقى. انا دلوقتي كان الساعة 5 الفجر عشان كلها ساعتين وهنذبح. بس كده تمام، بجد بتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.